أدى حريق اندلع في مركز هاتف ضاحية أبي الفداء بمدينة حماه جراء ماس كهربائي إلى تضرر تجهيزات خدمة الإنترنت وانقطاعها عن الضاحية، وتعمل الورشات الفنية في اتصالات حماه على إصلاحها وتأمين التجهيزات البديلة. بلغ فوج الاطفاء بحدود الساعه 3 صباحا بحريق باحدى مقاسم الهاتف التابعه لمديريه هاتف حماه، هو مركز ضاحيه ابي الفداء. توجهت فورا السريه الثانيه المناوبه على الحريق بسياره وبطبع صهريج الى موقع الحريق، وتبعتن بعدين انا. الحريق اخذ قسم من الطابق الثاني بالمقسم بالسرعه القصوى اللي بتتجاوز الاكثر من 7 دقائق. تم السيطره على الحريق قبل ابتداد وعباقي المقسم، وكانت الخسائر قليله جدا بالنسبه لكبر الحريق وموقعه وصعوبه الوصول اليه بالطابق الثاني ونتيجه كثافه الدخان وسرعه انتشار الحريق كونه ناتج عن ماس كهربائي باحدى المكيفات. نشب حريق في احدى الصالات الفنيه في مركز ضاحيه ابي الفداء، مما ادى الى تعطل عدد من التجهيزات من تجهيزات الانترنت، وادت الى خروج هذه البوابات خارج الخدمه وتضرر بعض التجهيزات الاخرى من المكيفات. قامت الورشات الفنية مباشرة بحصر الأضرار ووضع خطة زمنية لإعادة البوابات وإعادة تخديم البوابات المعطلة إلى ما كانت عليه قبل حدوث هذه الحادثة. طبعا الموضوع ناتج عن ماس كهربائي أو عطل في ضمن أحد المكيفات، وأدى إلى امتداد النيران إلى بعض التجهيزات المجاورة.